البداية للزمول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. بداية أهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على الفوز بالثلاث نقاط الماضية، وأهني الذهبي سالم بن فاران المري على تحقيق النقاط الذهبية في هذا المساء. هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه الشعارات الحاضرة. أتابع صدارة الشوط، شجاع على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، محمد بن خالد العطية في المتابعة والتضمير، يلي في ثاني المراكز وجود زعبيل على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبيد بن شينان المري مع المتابعة في عملية التضمير المركز الثالث. المركز الثالث مهاجر هنا في ثالث المراكز، احد ابناء القبائل المشاركين في هذا الشوط، خليفة بن علي العطية في هذا التحدي مع الثلاث المراكز الاولى يتواجد وينطلق رابعا وصول شعار بن نايفة. مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة مع المركز الرابع، مع شواش على مستوى المركز الرابع، غازي على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مع عبيد بن شينان المري اللي يقدم زعبيل ويقدم غازي في هذا الشوط. نتمنى لها التوفيق، نتمنى التوفيق لكل الحاضرين والمشاركين في هذا المساء. إذن ثلاث نقاط مسائية في هذا اليوم، ثلاث نقاط ماضية سجلت بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني في انطلاقة الأشواط المسائية مع الذهبي سالم بن فران الثاني. إن حققها شجاع، إن حقق هذا الموقع المرتبة الأولى والمركز الأول، يا سلام. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى غازي، غازي غازي في المقدمة، غازي غزا الصدارة، غزا الناموس، غزا الناموس، افتتح الكيلو متر الأخير لوحده يسير مع الكبار، ينطلق في هذه اللحظة، ينطلق مع الشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ينطلق مع عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري، ولكن الأمور مع المركز الثاني. المركز الثاني هنا قادم في هذه اللحظة، في لحظات الختام مع الخمسمائة متر الأخيرة، قادم رحال على المركز الثاني، سعيد بن عبيد بن طيان المري وشجاع قادم في هذه اللحظات مع الخمسمائة متر الأخيرة، يا سلام. لكن غازي على مقدمة الشوط ينطلق في هذه اللحظة، النهاية يا العمدة، النهاية يا العمدة، يا سلام. شجاع قادم في المركز الثاني، شجاع محمد بن خالد العطية ينطلق في هذه اللحظة، يعلن حضور شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني باللحظات الأخيرة. يا سلام، شوف المركز الثالث هنا، الصقيل مسعود بن جابر المسعود يتجاوز في هذه اللحظة، يعبر في هذه اللحظات، غازي على المقدمة، غازي هنا، الصقيل يا سلام، تجاوز وبقى السلام في الشحنية مع وجود هذا الشعار، مع شعار مسعود بن جابر المسعود اللي حضر في اللحظات الأخيرة ليعلن فوزه بالمركز الأول. تهانينا لمالك هذا الشعار، تهانينا. والناموس المركز الثاني، غازي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث شجاع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع رحال سعيد بن عبيد بن قطيان المري. المركز الخامس وصل رياض لسعيد بن محمد بن سعيد أبو وضحى. إذن اللحظات اللي انتزعها الصقيل لمسعود بن جابر المسعود وخطف الناموس ليعلن حضوره في اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار ولمالك الصقيل اللي فاز في هذا الشوط وهذا التوقيت الزمني اللي سجل مع الصقيل في لحظات الحسم وخط النهاية، يصل في توقيت زمني 13 دقيقة 57 ثانية وفاء وتماما. تهانينا لمالك الصقيل مسعود بن جابر المسعود، تهانينا والناموس. 13 دقيقة 59 جزئين من الثانية توقيت صاحب المركز الثاني غازي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم.
تهانينا لعبيد بن شينان المري المضم.